دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والكرك بسبب أعمال صيانة سنوية. فحص 42 ألف مركبة فنية ضمن حملة الشتاء. بدء العمل 24 ساعة في جسر الملك الحسين تجريبيا. بدء العمل ببرنامج لتزويد مدارس بأنظمة خلايا وسخانات شمسية وتدفئة. مطالب بتنظيم الجمعة البيضاء وإقامة مهرجان أردني للتسوق. 45 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لدعم متضرري كورونا في الأردن. أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأربعاء. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.